المدرسة الفلسطينية المشتركة إعداد المعلمتين الأستاذة نسرين محمود والأستاذة هدى ميقاتي. الصف الثالث الابتدائي، وحدات قياس الكتلة. كثيرا ما يتم الخلط بين المصطلحين الكتلة والوزن، وكثيرا ما يتم استخدام مصطلح الوزن للتعبير عن الكتلة كخطأ شائع. فالكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، أما الوزن فهي قوة جذب الأرض للجسم. الكتلة تبقى ثابتة مع التحرك على سطح الأرض، بعكس الوزن الذي يتغير بتغير الجاذبية الأرضية، مما يعني أن كتلة جسم على الأرض هي ذاتها على القمر، لكن وزن الجسم على الأرض لا يساوي وزنه على القمر بسبب عدم وجود جاذبية أرضية على سطح القمر. الكتل وحدات قياس. أولاً لجرام، وتستخدم لقياس كتلة الأشياء الصغيرة مثل المجوهرات، كتلة مشبك الورق، قلم رصاص، مبرة. النوع الثاني هي الكيلوغرام، وتستخدم لقياس كتلة الأجسام الكبيرة مثل كتلة الإنسان وكتلة الخروف. كل 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام. لننظر أعزائي الطلبة إلى بعض الكتل التي تقاس بوحدة الجرام: عقد، حلق، خاتم، ممحى، مبرة. لننظر هنا إلى هذه الصور لبعض الأجسام التي تقاس كتلتها بوحدة الكيلوغرام: كتلة بطيخة، تفاح، فيل، كيس أرز، كتلة الإنسان. ضع الوحدة الأنسب جرام أو كيلوغرام لقياس كل كتلة فيما يلي: كتلة قلم رصاص، كتلة حقيبة مدرسية، كتلة كيس خضروات. هيا أعزائي الطلبة، فكروا معي بالوحدة الأنسب لقياس كتلة قلم الرصاص. أحسنتم، وحدة الجرام. هيا الآن نفكر في الوحدة الأنسب لقياس كتلة الحقيبة. رائع، الكيلوغرام. أما كيس الخضروات فيقاس بوحدة، ممتاز، الكيلوغرام. هيا أعزائي الطلبة، نفكر هنا أيضا في الوحدات الأنسب لقياس هذه الكتل: كتلة مشبك الورق، كتلة الجمل، وكتلة فراشة. هيا فكروا معي، ما هي الوحدة الأنسب لقياس كتلة مشبك الورق؟ أحسنتم، الجرام، لأن مشبك الورق من الأجسام الصغيرة التي نستخدم في قياس كتلتها الجرام، بينما كتلة الجمل الذي يعتبر من الأجسام الكبيرة نستخدم في قياس كتلته. رائع، الكيلو جرام. أما الفراشة نستخدم في قياس كتلتها
أحسنتم. الجرام. حل تمارين الكتاب. ذهب شادي ووالده لشراء الخضار. طلب الوالد من شادي الانتباه إلى كتل الأصناف التي سيشترونها. هيا نساعد شادي في إكمال الجدول الآتي: الصنف، بندورة، العيارات، 3 عيارات، كل واحدة منها تساوي 1 كيلوغرام، إذن الكتلة بالكيلوغرام هي، أحسنتم، 3 كيلوغرام. الصنف، خيار، الكتلة بالكيلوغرام 2، إذن يجب علينا رسم عياران كل واحد منهما يساوي 1 كيلوغرام. الصنف فصول ياء، العيارات 1 كيلوغرام، إذن الكتلة تساوي 1 كيلوغرام. الذهب من المعادن الثمينة، كتلة العقد الذي على الميزان في الصورة تساوي، أحسنتم، 26 جرام. أتعلم. وحدة قياس الكتل الصغيرة هي الجرام، ويرمز لها بالرمز غين ميم. اقرأ قياسات الكتل على الموازين الآتية: مشبك الورق، أحسنتم، 12 جراما، كتلة حبات البرتقال 1 كيلوغرام، كتلة بطيخة، أحسنتم، 5 كيلوغرام، وكتلة كيس الأرز، رائع، 40 كيلوغرام. أي القياسات؟ ألف، أكبر كتلة. ما هي أكبر كتلة في الكتل السابقة؟ أحسنتم، 40 كيلوغرام. وأصغر كتلة هي، رائع، 12 جراما. ضع الوحدة الأنسب جرام أم كيلوغرام لقياس كل كتلة فيما يلي: كتلة الخاتم تقاس بوحدة، أحسنتم، لجرام، لأن الخاتم من الأجسام الصغيرة التي تقاس بوحدة الجرام. كتلة القطة تقاس بوحدة، رائع، الكيلوغرام. كتلة كيس الأرز تقاس بوحدة، أحسنتم، الكيلوغرام. وكتلة مبراد تقاس بوحدة، ممتاز، الجرام. اختار التقدير الأنسب لقياس كتلة كل مما يلي: كتلة طفل صغير 7 كيلوغرام أم 20 كيلوغرام. أحسنتم، 7 كيلوغرام. كتلة سمكة 1 كيلوغرام أم 10 كيلوغرام. رائع، 1 كيلوغرام. كتلة ملعقة من السكر 5 جرام أم 1 كيلوغرام. ممتاز، 5 جرام. كتلة 4 حبات من الموز 1 كيلوغرام أم 4 كيلوغرام. رائع، 1 كيلوغرام.